الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. السادة الوزراء، السادة المفتون، العلماء الأجلاء، ضيوف مصر الكرام، أئمتنا الأفاضل وواعظاتنا الفضليات، الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بحضراتكم جميعا وأن أشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذا المؤتمر، وأن أبلغ حضراتكم جميعا تحياتي معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترحيب سيادته بحضراتكم جميعا وتمنياته لمؤتمرنا هذا بكل التوفيق. وأتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفظه الله على تفضله برعاية هذا المؤتمر، سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته وأن يسدد خطاه وأن يجزيه خير الجزاء عن اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها ما بين بناء جديد أو تطوير شامل أكثر من 10,500 مسجد في 9 سنوات الأخيرة. كما أشكر سيادته على اهتمامي وتوجيه سيادته بالعمل المستمر على تحسين أحوال الأئمة ماديا ومعنويا وإكرامه لأهل القرآن. وبعد، ففي عصر المعلومات من يملك المعلومة يملك القوة، ويمكن أن نقرأها بالاسم الموصول: من يملك المعلومة يملك القوة، أو بمن الشرطية: من يملك المعلومة يملك القوة. وكأن امتلاك المعلومة شرط لامتلاك القوة، بل هو كذلك. والسيطرة على الفضاء الإلكتروني فكريا لا تقل أهمية عن السيطرة عليه اقتصاديا أو تقنيا أو عسكريا. والأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، فالسكين التي تقطع وتذبح لا غنى عما نافعها، والسلاح الذي يفتك ويدمر لا غنى عنه لحماية أمن المجتمعات والأوطان والدفاع عنها. حتى القلم فإنه يمكن أن يكون وسيلة هداية ورشاد، ويمكن أن يكون آلة هدم أو قذف أو سباب أو تضليل أو إغواء. وهذا هو الحال نفسه مع سائر وسائل الاتصال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وسائر التقنيات الحديثة التي يمكن أن نستخدمها في كل ما يخدم العلم والدعوة والإنسانية، كما يمكن استخدامها للهدم على نحو ما يفعل أهل الشر. وقد ضرب لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في استخدام مهارات التواصل الدعوي المتاحة في عصره بمختلف أنواعها للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه وإثارة اهتمامه وانتباهه. ومن هذه المهارات استخدام مهارات الجسد الرصينة المتزنة على نحو ما حكى الراوي: وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، غير وضع الجسد ليثير الانتباه إلى ما يأتي من الحديث بعد، وكالإشارة إلى القلب أو اللسان واستخدام لغة الأرقام
والرسم التوضيحي والأمثلة التوضيحية وإسلوب الإلغاز لتنشيط أذهان السامعين. ونوع صلى الله عليه وسلم وسائل وأساليب الدعوة ما بين الحديث الشريف والخطبة والموعظة والوصية والرسالة، بما يؤكد حرصه صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة بلاغا مبينا وإقامة الحجة واضحة بينة جلية لا لبس فيها، بكل الوسائل والأساليب التي كانت متاحة في عصره صلى الله عليه وسلم. وهو ما يحملنا أمانة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم باستنفاد وسعنا في استخدام وسائل التواصل وسائل التقنيات الحديثة المتاحة في عصرنا لإبلاغ رسالة ديننا بلاغا مبينا. ويتناول هذا المؤتمر جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر بالغ في بناء الوعي بصفة عامة وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة، مما يتطلب الوقوف عندها بدقة لتعظيم الإفادة من إيجابياتها. نعم، هناك محاذير ومخاطر، ودورنا أن نعظم الإيجابيات وأن نتفادى هذه المخاطر مع التغلب على تحدياتها، وبخاصة ما يتصل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المجال الدعوي، مؤكدين أنه إضافة إلى كل الوسائل القائمة من الدعوة المباشرة أو الافتراضية الحالية وليس بديلا عن أي منها. وختاما أؤكد أولا أن القيم الأخلاقية والإنسانية والشخصية السوية لا تنفصم سواء في الواقع الحياتي أم الافتراضي، فالصدق صدق حيث كان والكذب كذب حيث كان واقعيا أو افتراضيا، فالصدق صدق حيث كان والكذب كذب حيث كان واقعيا أو افتراضيا، والغمز واللمز منبوذان محرمان حيث كان واقعيا أو افتراضيا، مما يستدعي اهتمامنا البالغ بالتنشئة الإيمانية والأخلاقية الرشيدة لنحمي أبناءنا وشبابنا من مخاطر الاستهداف لدينهم أو قيمهم أو ولائهم وانتمائهم الوطني. وكما أكدت كل هذا ليس بديلا، بل على العكس، واجبنا أن نضاعف الأنشطة المسجدية وأن ننوعها وأن نعمل على عوامل الجذب سواء للنشء أم للشباب، بل ندعو أيضا إلى تعظيم الأنشطة الرياضية التي يمكن أن تأخذ أبناءنا بعيدا عن غلواء الإدمان الإلكتروني. فكلما توسعنا في الأنشطة الثقافية والرياضية والمسابقات والمسجدية وجعلناها ملاذا آمنا. وقد كنت أمس في زيارة مع نخبة عظيمة من هذا الوفد لمسجد سيدنا عمر بن العاص، وكان من أجمل أوقات سعادة لي حيث رأيت عشرات بل مئات الأسر بأبنائها ونسائها بعد صلاة الجمعة بما يزيد عن ساعة ملاذها المسجد، ملاذها النفسي وملاذها الآمن، ونتركهم رجالا ونساء وشبابا، والجميع كانوا في المسجد وكأنهم في متنزه يجدون فيه ملاذا آمنا. ولذلك قلنا يجب ألا يقتصر دور المساجد على أداء الشعائر، بل علينا أن نجعل منها منارات فكرية وثقافية وعلمية ومتنفسا اجتماعيا يجد الناس فيها راحتهم، لنأخذ الشباب والأبناء بعيدا ولو نسبيا عن غلواء الإدمان الإلكتروني. ثانيا، أننا ننظر إلى استخدام وسائل التواصل الإلكتروني والتقنيات الحديثة استخداما رشيدا لملء الفراغ في هذا المجال وعدم تركه للمتطرفين أو العابسين، على أنه واجب الوقت
ومن فروض الكفايات. أرى أن ملء هذا الفراغ من فروض الكفايات وهو واجب الوقت. وكنت في حديث مع فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام وأظن قال نفس الكلمة، هذا واجب الوقت وعلينا أن نتحرك فيه سريعا. ثالثا، نؤكد في هذا المؤتمر على أهمية التزام الموضوعية في طرح الرؤى العلمية في إطار محاور المؤتمر، وعدم الزج بأي قضايا سياسية أو أيديولوجية أو خلافية تحيد بنا عن الأهداف الموضوعية للمؤتمر، فلكل مقام مقاله. آملين أن يكون مؤتمرنا هذا سبيلا للاجتماع على كلمة سواء فيما يخدم ديننا وأوطاننا ومصالحنا المشتركة والإنسانية جمعاء، وتوظيف الفضاء الإلكتروني في دعم قضايا التسامح الديني وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي. ولا يفوتني أن أشكر كل الجهات المشاركة في هذا المؤتمر علميا أو أكاديميا أو حضورا من الداخل والخارج، وأخص بالشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب على سرعة استجابتها في إصدار بحوث هذا المؤتمر في كتابين من سلسلة رؤية، تلك السلسلة التي بلغت إصداراتها 180 إصداراً عربياً ومترجماً في أقل من 4 سنوات، بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعدل إصدار أسبوعي تقريباً. يأتي ذلك في ضوء عنايتنا واهتمامنا بالتأليف والترجمة والنشر، وبخاصة في قضايا التجديد، حيث بلغ إجمالي إصدارات وزارة الأوقاف المصرية في السنوات العشر الأخيرة 445 إصداراً عربياً ومترجماً. تجاوز توزيع، بعض الناس يقولون من يقرأ والناس لا تقرأ، ومعنى السيد رئيس الهيئة العامة للكتاب، بعض هذه الإصدارات في أول 3 أشهر تجاوز مبيع كل كتاب منها ما بين 50,000 إلى 70,000 كتاب من النسخة الواحدة. تجاوز توزيع العديد منها ما بين 50,000 إلى 70,000 نسخة بيعا في 3 أشهر تقريبا، فضلا عن الإهداءات التي تقدم للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية بالداخل والخارج، وفضلا عن مجلتين شهريتين يصدرهما المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعشرات الكتب العلمية والتراثية والموسوعات وترجمات معاني القرآن الكريم الجديدة أو تلك التي يعاد طباعتها دوريا. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يرزقنا حسن القصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.